السلام عليكم، أنا فلسطيني من الدنمارك مقيم في أغادير. أنا اسمي ساهر المختار ساهر. أنا بصراحة بالنسبة للمغنية فاطمة البطمة بنظري طولت القصة شي سنة سنتين ومحاكم، بما أنه عندها عائلة وعندها أطفال كان بنظري لازم يخففوا الحكم عليها ويدفعوها غرامة كبيرة، يعني أحسن من السجن، وهذا اللي أنا كنت أتمناه من المحكمة بمراكش. وشكرا كثير للجميع. هو بصراحة يبقت فينا يعني من جانب الإنساني لأن عنده وليد صغير وهذا، ولكن في الأخير يعني القضاء قال الكلمة دياله، وكما كان الإنسان يكون مغني اللي بغى يكون وفي الأخير اللي دار الذنب يسال عقوبة. وشكرا. حكم قاسي شوية ونتمنى ويكون خير. لا يطلق صراحة، هادشي اللي غادي نقوله. الله يشوف من حالها ويشوف دوك الوليدات. هو الحكم كيبقى تاني العدالة هي اللي كتحكم. حنا نقولوا لا يطلق صراحة وصافي. هاد القضية ديال دنيا باطمة هي قضية ديال رأي عام، وكما كتشوفوا جميع المغاربة كانوا مهتمين بهاد القضية ديالها، وحنا الحمد لله اليوم العدالة المغربية قالت الكلمة ديالها، واللي دار الذنب يستاهل. هذا هو الرأي ديالي أنا وشكرا. النظر ديالي القضية ديال دنيا باطمة، الإنسان خطأ والإنسان تبعو خطأ، أي واحد يقدر يخطأ، وهي مسكينة وقعت في واحد الخطأ كما كاع الناس، وكنتمنى يعطوها غرامة يعطوها شي، المهم يكثروا لها في الغرامة ويعطوها تخفيف في الأعوام اللي عطوها، لأنه عندها أطفال عندها شحال من حاجة خاصة ديرها مازال، وهي كممثلة قديرة أنا كنعرفها، واللي غلب يعف هذا هو.